بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 126. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض، ووقفنا عند قوله: فصل. والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب هو باب الجد والإخوة، وهو باب مشهور عند الفرضيين والفقهاء من قديم الزمان، وهو باب مهم وفيه خطورة عظيمة نظرا لقوة الخلاف فيه بين أهل العلم، وذلك أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند فقد الأب، لأنه أب في الحقيقة، ولكن إذا وجد معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فهل يحجبهم الجد كما يحجبهم الأب، لأنه يأخذ حكم الأب من كل وجه، أو أنه لا يحجبهم ويشتركون معه نظرا لأنهم يدلون بالأب وهو يدلي بالأب، فلما استووا في الواسطة فإنهم يستوون في الميراث. وهذه مسألة مشكلة، فذهب فريق من العلماء إلى القول الأول، وهو إسقاط الإخوة بالجد واعتبار الجد أبا من كل الوجوه. وبهذا قال جماعة من الصحابة ومن الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. آمين. والقول الثاني قال به زيد بن ثابت، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو المفتى به في كثير من البلاد الإسلامية، نظرا لأن الإخوة استوى مع الجد بالإدلاء بالأب فيستوون في الاستحقاق، فيكون الجد يشترك معهم كواحد منهم. وهذا القول
وإن كان عليه جمهور أهل العلم، إلا أنه في الحقيقة مشكل. ولهذا كان السلف يتهيبون الفتوى في هذه المسألة ويتحرجون منها، ولكن هي مشكلة ولا بد من النظر فيها ولا تترك بدون حل. فلذلك دخلوا في هذا الميدان وأبدوا رأيهم، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجر، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه. نعم، على القول هذا، على القول الثاني أن الإخوة يشركون مع الجد ويكون كواحد منهم، ثم ينظر في الأحظ للجد، فإن كان الأحظ له المقاسمة قاسمهم كواحد منهم، وإن كانت المقاسمة تنقصه فإنه يأخذ ثلث المال، يأخذ الثلث والباقي يكون للإخوة. وذلك أنهم قالوا الجد والإخوة لا يخلون من حالتين: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يخير بين المقاسمة إذا كانت أحظ له، وبين وأخذ الثلث إذا كان المقاسمة تنقصه. فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثله، مثل جد وأخ شقيق، أو جد وأختين شقيقتين، أو جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، فإن المقاسمة أحظ له في هذه الأحوال. ويكون ثلث المال أحظ له إذا كانوا أكثر من مثله، كما إذا كانوا جد وأخوان، كما إذا كانوا جد وأخوان شقيقان وأخت شقيقة، أو جد وأخوان شقيقان، أو جد وثلاثة إخوة أشقة، فإن الإخوة أكثر من مثله. ففي هذه الحالة يكون ثلث المال أحظ له، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال، كما إذا كان جد وأخوان، أو جد وأربع أخوات، فإنه يستوي له المقاسمة أو ثلث المال. إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يكون له ثلاث حالات: تارة تكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثليه، وتارة يكون ثلث المال أحظ له إذا كانوا أكثر من مثليه، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال إذا كانوا مثليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. أما إذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يعطى فرضه، صاحب الفرض يعطى فرضه، ثم بعد أخذ صاحب الفرض فرضه ينظر في الباقي: هل الأحظ للجد المقاسمة، أو الأحظ للجد أخذ ثلث الباقي، أو الأحظ له سدس الكل، فيعطى الأحظ له. فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثله، مثل زوج وجد وأخت شقيقة، فالمقاسمة هنا أحظ له، يكون للزوج النصف، تكون المسألة من اثنين، يكون للزوج النصف واحد، يبقى واحد بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون رؤوسهم ثلاثة تضرب في اثنين تكون ستة،
للزوج واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم الباقي واحد في ثلاثة ثلاثة، له اثنان ولها واحد. وتارة يكون ثلث الباقي أحظ له، مثل أم وجد وخمسة إخوة، فتأخذ الأم السدس، تكون المسألة من ستة، للأم السدس واحد يبقى خمسة، للجد ثلثها وليس لها ثلث صحيح، فتضرب بمخرج الثلث ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر، للأم منها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللجد ثلث الباقي يبقى خمسة عشر، للجد ثلث الباقي خمسة، ويبقى عشرة للإخوة، لكل واحد اثنان. ويكون سدس المال أحظ له في مثل بنت وأم وجد وثلاثة إخوة، تكون المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، ويبقى وللجد السدس واحد، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللجد السدس واحد، هذه خمسة، يبقى واحد، بين الإخوة ثلاثة ورؤوسهم ستة ثلاثة، تضرب في ستة تبلغ ثمانية عشر كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. أما إذا استغرقت الفروض المسألة ولم يبق إلا السدس فإنه يأخذه، فإنه يأخذه ويسقط الإخوة. مثال ذلك بنت وبنت ابن وأم وجد، فتكون المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وللأم السدس واحد، هذه خمسة، يبقى واحد وهو السدس، يأخذه الجد ويسقطون الإخوة. إلا في مسألة واحدة، إذا كان معه أخت شقيقة فإنها لا تسقط، وهي المسألة المسمات بالأكدرية، سميت بذلك لأنها كدرت وصول زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه رضي الله عنه. فمثالها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت وللأم السدس، وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، يبقى واحد، لو مشينا على الأصل أعطيناه الجد لأنه لم يبقى غيره، وتسقط الشقيقة، لكن الشقيقة صاحبة فرض ليست عاصبا، فكيف تسقط؟ قالوا: إذن يفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، ويكون للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، هذه ثمانية، هذه تسعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، وللجد السدس واحد، هذه ستة، وللشقيقة النصف ثلاثة، هذه تسعة، فعالت المسألة إلى تسعة. ثم بعد ذلك نظروا، فإذا الأخت أخذت ثلاثة والجد أخذ واحدا فصارت أكثر منه، والأصل أن الجد كأخ، فيكون كأن معها أخ، فيرجع للتعصيب، فيكون معه واحد ومعها ثلاثة أربعة، مجموع السهام أربعة ورؤوسهم ثلاثة، منكسر، فتضرب ثلاثة في تسعة تصح من سبعة وعشرين،
يكون للزوج 3 × 3 = 9 وللأم 2 × 3 = 6 ولهم 4 × 3 = 12 له 8 ولها 4. هذه مسألة الأكدرية. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها إلا في الأكدرية، لأن لا يعول، العول معناه زيادة في السهام ونقص في الأنصبة كما يأتي. لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا هذه المسألة، مسألة الأكدرية. ولا يفرض للأخت، يعني لا تعطى فرضا مع الجد، ولا الأصل أنهم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن فرض للأخت في هذه خاصة، فلا يفرض للأخت في مسائل الجد والإخوة إلا في مسألة الأكدرية، ولذلك سميت بالأكدرية لأنها كدرت الأصول. نعم. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. نعم، الإخوة لأب مع الجد مثل الإخوة الأشقة على الحكم السابق في أنه يشاركهم، ويكون التفصيل كما سبق، إن كان معهم صاحب فرض، إن لم يكن معهم صاحب فرض فإنه له 3 حالات: تارة يكون الأحظ له المقاسمة، وتارة يكون الأحظ له ثلث المال، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال. وإذا كان معهم صاحب فرض فإنه يخير بين أحد 3 أمور: إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس المال. هذا إذا انفرد معه الإخوة لأب، حكمهم حكم الأشقة. أما إذا اختلطوا إخوة لأشقة وإخوة لأب مع الجد، فإن المعروف في قضايا الفرائض أن الإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب لأنهم أقوى منهم، حيث يدلون بقرابتين، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة. لكن في هذه المسألة إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد، فإن الجد سيأخذ أكثر منهم، فلذلك استنجدوا بالإخوة لأب، وإن كانوا لا يرثون معهم في الأصل، لكن قالوا للجد: هؤلاء إخوتنا، وهم يدلون بالأب مثل ما ندلي، وأنت تدلي بالأب مثل ما ندلي، فنأخذهم معنا ونزاحمك بهم. وهذا ما يسمى بالمعادة، لأن الإخوة الأشقة يعتدون على الجد بإخوتهم لأب من أجل أن يضايقوه. وبعد القسمة يرجع الإخوة الأشقة على الإخوة لأب، ويقولون: أنتم لا ترثون معنا، فيأخذون ما بأيديهم، يعدونهم على الجد ويأخذون ما بأيديهم بعد القسمة. فهذه مسائل المعادة، والمعادة لها مسائل كثيرة. فلو فرضنا جد وأخ شقيق وأخ لأب، فإن المسألة تكون من 3 بالمقاسمة: للجد 1، وللشقيق 1، والأخ لأب 1. ثم يرجع الشقيق على الأخ لأب بعد القسمة فيأخذ ما بيده، فيكون مع الشقيق 2 ومع الجد 1. نعم. قال وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. هذا الذي ذكرنا. نعم. وأنثاهم تمام فرضها. أي نعم، إذا كان مع الجد أخت شقيقة وأخ لأب، فإن الأخت الشقيقة تعاد الجد بالأخ لأب،
فإذا فرضنا جد وأخت شقيقة وأخ لأب فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم فيها أخوان وأخت شقيقة، تكون المسألة من خمسة، للجد منها اثنان وللأخ اثنان وللشقيقة واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ترجع الأخت على الأخ لأب فتقول أنا صاحبة فرض وأنت عاصب، لكن لما دخل معنا الجد عديناه، فإذا ذهب الجد صار كأنها أخت شقيقة وأخ لأب، فيكون للأخت الشقيقة النصف والباقي للأخ لأب، فتأخذ كمال فرضها، نصف الخمسة اثنين ونصف، الخمسة ليس لها نصف صحيح، فنضرب الخمسة في مخرج النصف اثنين تكون عشرة، للجد منها واحد في اثنين نعم، وللأخت منها اثنين ونصف في اثنين خمسة، والباقي للأخ لأب. نعم، وما بقي لولد الأب. أي نعم، هذه بقي فيها فيأخذه ولد الأب. قلنا في تصحيح المسألة جد وشقيقة وأخ لأب أصلها من خمسة بالمعادة. نعم، ثم تصح من عشرة، تصح من عشرة. نعم، نضرب الخمسة في مخرج النصف اثنين فتكون عشرة، للجد أربعة، للجد منها أربعة، لأن له اثنين في اثنين أربعة، وللأخت نصف العشرة خمسة، فهذه أربعة وخمسة كم؟ تسعة. تسعة، ويبقى واحد يكون للأخ لأب. نعم، قال فصل. نعم، وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن. نعم، أو اثنين من إخوة أو أخوات. نعم نعم، والثلث مع عدمهم. نعم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين. نعم، الأم لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أنها تأخذ الثلث، إذا لم يكن هناك ولد للميت ولا إخوة للميت، ولم تكن المسألة إحدى العمريتين، بثلاثة شروط تأخذ الثلث، الأول أن لا يكون هناك فرع وارث، والشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع من الإخوة، الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وذلك لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له فرع وارث فإنها تأخذ السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فتأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث، وهم الأبناء أو أولاد الأبناء أو أبناء الأبناء، أولاد الأبناء يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فرع الوارث لها السدس في هذه الحالة. وأما إذا كانت المسألة إحدى العمريتين وهي زوج وأبوين، أو زوجة وهي زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، فإذا كان زوج وأبوان فللزوج النصف، هذا لا إشكال فيه، له النصف ثلاثة من النصف، تكون المسألة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة للأم
منها واحد ثلث الباقي، وللأب الباقي وهو اثنان. هذا قول الجمهور، لأننا لو أعطينا الأم، والآن ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، فكان الأصل أن نعطيها الثلث، لكن لو أعطيناها الثلث أخذت اثنين وأخذ الأب واحدا، فصارت أكثر من الأب. والقاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، فإما أن يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى، وإما أن يستوي. أما أن تكون الأنثى أكثر من الذكر وهم في درجة واحدة، فهذا ليس له نظير في الفرائض. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى هذا فأعطاها ثلث الباقي، أعطاها الثلث، وهو في الحقيقة في مسألة الزوج، في مسألة الزوج ربع، في مسألة الزوج سدس، لأنه أعطاها واحد من ستة، فالحقيقة سدس، لكن يسمى ثلثا من باب التأدب مع القرآن. فتكون المسألة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللزوج الباقي اثنان. هذه في مسألة الزوج. في مسألة الزوجة، إذا كان زوجة وأبوان، الزوجة لها الربع، تكون المسألة حينئذ من أربعة، للزوجة منها واحد، يبقى ثلاثة. لو أعطينا الأم الثلث زادت على الأب، فيكون لها ثلث الباقي، فيكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث باقي وفيها باقي، فتكون المسألة من 12. للزوجة منها الربع ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، يكون المسألة فيها ربع للزوجة وفيها ثلث الباقي للأم، فلو أعطينا الزوجة تكون المسألة من أربعة، لو أعطينا الزوجة الربع يبقى ثلاثة، أليس كذلك؟ لو مشينا على الأصل أعطينا الأم الثلث فتزيد على الأب، لكننا في هذه المسألة نعطيها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة نعطيها واحد، ويبقى اثنان تكون للأب، وسميناه ثلثا وهو في الحقيقة ربع من باب التأدب مع القرآن. هذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في المسألتين، فلذلك سميت هاتان المسألتان بالعمريتان، لأن عمر قضى فيهما بهذا القضاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال وللأب مثلاهما. نعم، وللأب، لأنه ذكر قال والسدس مع زوج وأبوين، أو والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلهما، مثل ما ذكرتم الآن في التفسير. نعم، هذا في العمريتين يعني. نعم نعم، وللأب مثلهما، أي مثل ما للأم، سبق تفصيله في العمريتين. أحسن الله. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.